بسم الله الرحمن الرحيم. رضوان أوري، رئيس جمعية منتدى الرويضية للتنمية الاجتماعية الفاعلة في القطاع السياحي طبقا الأهداف المحددة في القانون الأساسي. اليوم الجمعية نظمت واحد الوقفة سينمية حضارية، يعني وقفة صامتة. الجمعية اليوم يعني أعضاء ديال الجمعية والمنخرطين اللي سجلوا الحضور ديالهم هنا يعني سجلوا الحضور ديالهم يعني كرجل واحد، يعني تعبيرا على 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 الوضعيه الراهنه اللي تتعرض لها الجمعيه، والتي نلخصها على الشكل التالي. كما يعني المضايقات اللي غنلخصوها، يعني شطط في استعمال السلطه، وكذلك عدم اعتراف بالجمعيه وتصنيفها ضمن الظواهر السلبيه في القطاع السياحي. اليوم هذه العبارات كيتضمنوا ايضا يعني مطالب اللي كتطالب بها الجمعيه للجهات المعنيه، وبان الاعضاء والمنخرطين اللي هي شريحه يعني كتشتغل في القطاع السياحي منذ سنوات عديده، لا تطالب باي مطالب اخرى، تطالب برفع الاكراهات وتسويه الوضعيه. كما ايضا تتضمن هذه المطالب ايضا اذا الى الجهات المعنيه الى ما كانوش كيعترفوا بهذه الجمعيه هذه، يعني تفعيل الخطاب الملكي السامي لادماج الاشخاص الذين توفر عن التجربه في القطاع الغير مهيكل، فرصه اندماج في القطاع المهيكل. يعني لا يعقل نطردوا هذه الشريحه هذه اللي فنات العمر ديالها في القطاع السياحي بالمركب التجاري سوق الاحد، واللي الناس هذو راه قضوا حياتهم كامله من بين الاعتقالات والحراسه النظريه والمحاكم. يعني كيفاش حنا غندعموا هاد الشريحه هادي اللي عفات الدوله من المسؤوليه ديال التكوين وديال التاثير، ولا يطالبون باي شيء. تعرضوا لعده يعني اكراهات سابقه قبل تاسيس الجمعيه، ورغم ذلك يعني اناس متسامحون مع الماضي ومع جميع المضايقات اللي كانوا كيعيشوا في الماضي، ولكن بعد تاسيس الجمعيه هاد الاشخاص كلهم اللي كاينين هنا راه عندهم واحد الفكره اللي هي الجمعيه خط احمر. يعني الجمعيه كنقولوا خط احمر، الجمعيه ما خصهاش يتمارسوا على الاكراهات وهذه المضايقات في 2024، وكيعتبروهم هذه المضايقات وهذه الاكراهات اللي كيتعرضوا لها راه هي اساليب قديمه كانت سائده في ثمانيه القرن الماضي، راه الناس كلهم راه تعرضوا لها سابقا. ومع ذلك الناس هذو راه كيستنكروا هذه المضايقات على الجمعيه. وشكرا. عليكم. رضوان بن حدو، عضو منخرط في جمعية منتدى رؤية أكادير للتنمية الاجتماعية. أولا أود أن أشكر جميع السلطات المحلية، أولهم السيد الوالي وبشر المحيط والقياد، وأشكر أيضا المربر الحياة. لهذا حنا جمعية ديال منتدى رؤية أكادير لهاد الناس كل 30 عام 40 سنة ديال الميدان، وهاد الناس قساونا ودخلوا دخلاء. المهم كنطالبوا ان هاد الناس ياخذوا بعين الاعتبار ويشوفوا فينا واحد الشوفه، ان هاد الناس هادو ماشي غادي نشوفوا غادي نلوحوهم غير هكذاك. الناس كبار، كاين الناس مساكن واحد كاع ما عندو رجليه، واحد انسان زعما الناس راه ما عندهمش، وكنطلبوا من هاد الناس هادو انهم يشوفوا فينا وياخذوا بعين الاعتبار. الاشكالات اللي كتلقاو في ارض الواقع؟ ها؟ الاشكالات اللي كتلقاو؟ كنلقاو تضييق وكنطالبوا انه رفع تضييق على هذه الجمعيه هذه. وشكرا. الاهداف ديال الجمعيه؟ الاهداف ديال الجمعيه هو تعريف التراث الثقافي والمنتوجات التقليديه، هذا هو، هذا وتنظيم زياره للسياح، هذا هو. الاشكالات ديال انه كيقول لكم كتمشيو عند السياح ولا شنو؟ كيردونا حنا كنديروا الارشاد، حنا ما كنديروش الارشاد السياحي، حنا كنعترفوا بالتراث والمنتوجات التقليديه في المركب سوق الاحد التجاري سوق الاحد. الجمعيه ديالكم عن الجمعيات اللي كدير الارشاد السياحي، النقطه اللي كتختلفوا فيها وهو حنا كيعتبرونا دائما حنايا من البوادر السلبيه، يعني كيتسحاو حنا ما كنديروش الارشاد السياحي، حنا كنديروا اعتراف، كنعترفوا بالتراث الثقافي والمنتوجات. كنتلاقاو مع الكور اللي فهمت في الهضره ديالك، كتمشيو عند الكور كتشرحوا لهم المنطقه. كنشرحوا لهم المنطقه سوق الاحاد، يعني وكنشرحوا لهم مثلا المنتوجات ديال البلاد ديالنا والثقافه ديال بلادنا. والجمعيه تسد على هذا الشيء، هذا هي تعطي الوصل ديالها على هذا الشيء، على القطاع السياحي. بالنسبه للجمعيات اللي كتشتغل في الارشاد السياحي، واش كتلقاو معاهم مشاكل في الواقع؟ ما كنلقاو حتى شي مشكل مع حتى شي واحد، حتى مع السلطات المحليه ما كنلقاو حتى شي حاجه الا مع الفرقه السياحيه. كنطالبوا بانه رفع تضييق على هذه الجمعيه هذه.
فهمتيني، وتسوى الوضعيه ديال هاد الناس هادو، عندهم كفاون عمرهم في هاد الميدان هذا، اللي عنده وليدات، كاين اللي عنده اسره، كاين اللي عنده فهمتيني الناس الله يحسن العوان. شنو خلاكم انكم تخرجوا بجمعيه تسجلوا جمعيه في واحد الفتره عمريه كنشوفوا الناس عندهم 50 عام و 50 عام و 40 عام، شنو خلاكم انكم تخرجوا في هاد الظرفيه بالضبط، انكم تسجلوا في هاد الجمعيه في هاد الظرفيه بالضبط؟ هو هو التضييق هو اللي خلانا نجمعوا نديروا هاد الجمعيه هادي، والرؤيه ديال صاحب الجلاله نصره الله، الرؤيه الملكيه. الاشتغال ديالكم قبل كيفاش كان؟ كنا مطبعين، كنا مطبعين عشوائيا مع هاد الناس هادو، كنا مطبعين معاهم، ولكن دابا حنا عندنا جمعيه وعندنا وصل النهائي ديالنا، وحنا بغينا باش نكونوا حنا نضموا ريوسنا، فهمتيني، نضموا تنضم هي قانونيه ونضموا ونضموا ونكونوا وندمجوا وندمجوا في المجتمع، ما نكونوش حنا مهمشين ويجي اي واحد فهمتيني كيفاش، حنا بينا حنا بينا نضموا ريوسنا وبين الناس يتساعدوا معنا ان باش نضموا حتى حنا ريوسنا الله يجازيهم بخير. حنا درتوا مجموعه من الوقفات الاحتجاجيه، درنا وقفات، درنا المصير ديال الوقفات هذه شنو اللي تحقق غيرها؟ هو الساعه مازال ما تحقق والو، حنا باقيين متابعين، حنا باقيين مناضلين على مازال ما تحقق حتى شي حاجه. كتدخلوا دابا قدام الولايه، شنو هي الرساله مباشره اللي كتوجهوا؟ هو تسويه الاوضاع ديال هاد الناس هادو ورفع التضييق، حنا يرفعوا لنا التضييق. لا الاوضاع ملي كنقولوا سويه الاوضاع شنو اشرح للناس شنو هي سويه الاوضاع؟ وهو هاد الناس هادو التنميه الاجتماعيه يديروا لهم التنميه الاجتماعيه، المهم هاد الناس هادو يديروا معاهم حل، يديروا معاهم حل، ما غاديش نلوحوهم 40 سنه في سوق الحد 30 عام، هاد الناس هادو ما خصهمش يتلاحوا، هاد الناس هادو خصو يدار لهم حل ديالهم تما باش يندمجوا في المجتمع. شنو المقترحات ديالكم كجمعيه على الجهات المسؤوله، شنو كتقترحوا عليهم؟ يفتحوا باب الحوار، يفتحوا لنا باب الحوار فهمتيني، يفتحوا لنا باب الحوار واشراك الجمعيه مع المقاربه التشاركيه. حتى عندكم شي مشروع شي رؤيه؟ والجمعيه الحمد لله عندها رؤيات، هي بالنسبه عندها عندها بزاف ديال عندها برامج ديالها ان شاء الله مستقبلا، عندها بزاف.